سيادة الرئيس موجود؟ ايوه يا فندم اتفضل. انت قاعد هنا مستني ايه يا جمال؟ قوم معايا. اقعد يا انور اقعد. العملية خلصت خلاص. خلصت ازاي يا جمال؟ الدور مرسوم بين اسرائيل وامريكا وهو اتنفذ تمام. هم عايزين اذلال لينا اكتر من كده ايه؟ اقعد اقعد معايا لما اخلص البيان اللي هقوله الليلة. بيان ايه؟ انا هذيع خطاب على الشعب اعلن فيه التنحي عن منصبي واعهد برئاسة الدولة لزكريا محي الدين. الو جمال. ايوه يا عبد الحكيم. حطني في الخطاب معك. سيبني يا عبد الحكيم اعمل اخر عملية لوحدي. انا بخلص مسؤوليتي بعد كده. اذا كنت عاوز تقدم استقالتك يبقى قدمها. بمجرد ان انتهى عبد الناصر من القاء خطابه القصير حتى كانت شوارع القاهرة قد امتلأت بجماهير الشعب، الكل يطالبون ببقائه، فالكارثة عظيمة. فبدلا من الاستعمار الانجليزي سوف يكون هناك استعمار امريكي. هكذا اوحى خطاب عبد الناصر الى الشعب، فخرج يتحدى الهزيمة ويعلن رفضه الانصياع لأية إرادة أجنبية. لقد ضربت قواته المسلحة، ولكن إرادة الشعب لم ولن تضرب. وفي يوم عشرين اتصلت بجمال عبد الناصر. يا جمال، الناس بقالها دلوقتي اكتر من 17 ساعة في الشوارع مش عايزة تتحرك، والانفجارات مالية البلد. تحب القاهرة تتحرق تاني زي 26 يناير؟ انت بتقولي انا الكلام ده يا انور؟ ما هو احنا على وشك كده دلوقتي. وايه اللي ممكن اعمله؟ يا جمال لازم ترجع، لان ارادة الشعب هي الصمود، ومفيش هروب من المسؤولية دي النهاردة. حاضر يا انور. حركة. واحنا الاستقالات بتاعتنا كلها جاهزة، مفيش غير استقالة عامر، قال انه هيبعتها لك شخصيا. لا يا عمر، ارجوك نأجل اعلان الاستقالات دي شوية، وإلا هحس ان الدنيا كلها انهارت، وده هيكون نفس احساس الشعب برضو. المفروض اننا كلنا نستقيل ونديلك الفرصة انك تختار اللي هيعاونوك في المرحلة الحرجة اللي جاية. معلش يا عمر، نأجلها شوية على الاقل لحد ما اعرف هبتدي منين. طيب يا جمال، اللي تشوفه. كنت أعيش الهزيمة في عزلة تامة، وأتحمل على مضض حملات التشكيك في قواتنا المسلحة وفي قدرة الجندي المصري على القتال. أي هوان وأية مذلة. لقد نشأت على حب مصر والإيمان المطلق بالإنسان المصري، فهل يذهب كل هذا في لحظات؟ وإن ذهب فسوف أذهب أنا الآخر. لن أعرف بعد ذلك من أنا، ولن أتعرف أبدا على ذاتي. كان لابد لي أن أخرج من هذا السجن الذي وجدت نفسي فيه فجأة. الو. صباح الخير يا جمال. صباح الخير يا انور. ازيك وازاي اخبارك؟ كويس الحمد لله. احنا جاهزين باستقالاتنا زي ما اتفقنا، بس انت اللي بتأجلها. حددت هتبتدي منين؟ ايوه يا انور، هبتدي بإعادة بناء القوات المسلحة. اهو كده الكلام. يعني موافقني؟ موافقك 100%. الو. انا الفريق محمد فوزي يا فندم. اهلا وسهلا يا فوزي. اسف اني بزعج سيادتك، لكن الموضوع يا فندم. ايه، في حاجه؟ ايوه يا فندم، اتجمع عندي 600 ضابط من مختلف الرتب واربعه برتبه فريق بيطالبوا بعوده المشير. ك
كده؟ طيب اسمع الكلام اللي هقوله لك. افندم، انا عينتك من دلوقتي القائد العام للقوات المسلحه، وعبد المنعم رياض رئيس اركان حرب مكانك. اطلب من الضباط دول الانصراف للعمل فورا، واقبض على الممتنع. اما بالنسبه للفرقاء الاربعه فبلغهم اني استغنيت عن خدماتهم. خير يا جمال؟ انا اول ما عرفت انك طلبتني جيت على طول. في ايه؟ انا عايز اقول لك على موضوع يا انور. انا مشغول قوي بحكايه عبد الحكيم. انا مش عارف جراله ايه. انا حاولت لما زارني اخليه يرجع عن اللي في دماغه، ما فيش فايده. الاشاعات ماليه البلد بان الاحوال الداخليه مش مستقره، وانه منتظر حدوث انقلاب في اي وقت. كل ده بسبب تصرفات عبد الحكيم، وللاسف ان كل ده بيحصل اثناء زياره تيتو لينا. انا اتكلمت مع تيتو وحكيت له الحكايه كلها. ورايه ايه؟ قال لي انه ضروري اخد اجراء في العمليه دي، لان البلد مجروحه، واي صراع داخلي نتيجته خطر على البلد. تيتو عنده حق. وانت رايك ايه يا نور؟ يا جمال، انت سمعت مننا كلنا راينا في الموضوع ده. ضروري انت بالذات تواجه عبد الحكيم باللي بيعمله وتحسم الموضوع نهائيا. فعلا انا لازم اخد اجراء. الفريق محمد فوزي يا فندم. خليه يتفضل. مساء الخير يا فندم. يا فوزي، انا بعت استدعي عبد الحكيم وزمانه جاي. عايزك في الاثناء دي تروح انت وعبد المنعم رياض بيت عبد الحكيم، وتجردوه من كل الاسلحه، وتسحبوا الضباط والعساكر الموجودين فيه. مفهوم يا فندم. مش عايزه يلاقي في البيت لما يرجع غير اسرته بس. حاضر يا فندم. افندم، اول ما عبد الحكيم عامر يوصل ويدخل عندي، عايزكم تتحفظوا على عربيته وتنزعوا منها كل الاسلحه اللي فيها، وتقبضوا على الحرس بتاعه. حاضر يا فندم. وتحضروا عربيه تانية توصلوا لحد بيته، ويفضل هناك تحت الحراسه. حاضر يا فندم. السيد انور السادات والسيد زكريا محي الدين والسيد حسين الشافعي وصلوا وموجودين في الصالون يا فندم. طيب انا رايح لهم. انا دعيتكم النهاردة علشان نقعد مع عبد الحكيم. هو جاي؟ ايوه. اسمعوا يا جماعة، انا عايزها جلسة مواجهة في حضوركم. المواجهة ضرورية عشان نتأكد من اللي سمعناه ونوصل للحقيقة. انا هذكر له وقائع محددة بالادلة، وانتم تحكموا معايا. سيادة المشير وصل يا فندم. خليه يدخل ونفذوا التعليمات. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اتفضلوا اتفضلوا، نبدا الاجتماع فورا. وكفايه اللي ضاع. من حيث الوقت اعتقد اني ما تاخرتش. لا، من حيث البلد واللي ضاع من البلد يا عبد الحكيم. قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس. احنا بنمر باسوأ ايام عاشتها مصر، ولازم كلنا ما نفكرش دلوقتي غير في مصر وصالح مصر، ونتجرد من الاهواء والاطماع الشخصيه اللي بتتحكم فينا. أنا جاي عشان تسمعوني الدرس ده ولا إيه؟ لا، إنما عشان تواجه بخطورة تصرفاتك. إيه هي تصرفاتي؟ التجمعات اللي بتحصل عندك في البيت، ضباط وأهالي من الصعيد ونواب بتحاول إثارتهم. دي مسائل شخصية. ناس عندهم وفاء وبيسألوا عني. إيه؟ أطردهم؟ والندوات اللي بتعملها مع الضباط عشان تثبت لهم إنك مش مسؤول عن الهزيمة. هو ممنوع عليا الاتصال بالضباط كمان؟ لما يكون لمحاولة تكوين حزب عسكري معارض في القوات المسلحة يبقى ممنوع يا عبد الحكيم. اللي بلغك اداك صوره مشوهه على اللي بيحصل، والمنشورات اللي عمال تطلعها، واستقالتك سنه 61 اللي بتدعي فيها التمسك بالديمقراطيه، واللي طبعتها الايام دي وقاعد توزعها على الناس. الناس لازم تعرف حقيقه موقفي. دي مسرحيه مفتعله يا عبد الحكيم، انت بكده بتصير فتنه بين الشعب. المصلحه العامه يا عبد الحكيم تقتضي باننا كلنا نبقى يد واحده في الظروف اللي بتمر فيها مصر دلوقتي. انا عرضت عليك منصب نائب رئيس الجمهوريه، لكن انت ركبت راسك. لاني ارفض اني اكون مجرد شخصيه مركون على الرف. تقوم تملى البلد اشاعات وتسمم افكار الناس وتحول بيتك لترسانه اسلحه؟ انت عاوزها حرب اهليه ولا ايه يا عبد الحكيم؟ كل ده غير صحيح. انت ما عندكش ولا اي دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده. اتفضل
ادي كشف بالاسلحه اللي عندك، وادي كشف اسماء الضباط اللي بتجتمع بيهم. تحب تسمع كنتم بتقولوا ايه كمان؟ انت بترعبني؟ انا ما اسمحش، انا اللي ما اسمحش لحد يلعب بالنار، وما اسمحش ان مصر تنحرق تاني. قصدك ايه؟ انا قررت تحديد اقامتك. الفريق محمد فوزي وصل يا فندم. خليه يتفضل. سيادتك طلبتني؟ ايوه يا فوزي، فيه امور جدت في موضوع عبد الحكيم. ايه هي يا فندم؟ التحقيقات اللي تمت مع اعوانه بدت تاخد شكل القضية واثبتت مسؤوليته، ورغم كده يظهر انه مصر على العند والتحدي. حصل ايه يا فندم؟ وصلتني تقارير بتفيد ان عبد الحكيم رجع تاني يتصل باتباعه واعوانه. بس ده متحددة اقامته يا فندم. الاتصالات دي تمت عن طريق ابنائه، وما دامت الامور وصلت للوضع ده يبقى مفيش غير حل واحد. اللي تشوفه يا فندم. ده امر مني بالقبض على عبد الحكيم عامر ووضعه تحت الحراسة المشددة. الو، انا جمال يا انور. اهلا يا جمال، بتتكلم المعمورة؟ ايوه. انت عارف طبعا ان عبد الحكيم عامر كان في مستشفى المعادي لما تعب شوية. ايوه، بس بعد كده اتحسن، واظن هو دلوقتي معتقل في الفيلا اللي على ترعة المريوطية. حصل حاجة؟ لا ابدا، هو عايز يشوفك النهاردة او بكرة بالكتير. وماله، لازم اشوفه، لازم اروح له. طيب ما تفكر. لا لا لا، انا قراري في الموضوع ده قاطع، بس انا رأيي تدي امر للناس اللي بيعملوا التحقيق يبعتولي صورة من التحقيق بكرة الصبح. ليه؟ اقراها واعرف ايه الاقوال عشان اواجه عبد الحكيم بيها. وهو كذلك، انا حدي امر بان ملفات القضية تكون عندك بكرة الصبح. كويس، هقعد اقراها الاربع والخميس، واروح اقابل عبد الحكيم في المعتقل يوم الجمعة ان شاء الله. وفي مساء الخميس 14 سبتمبر سنة 67 تناولت طعام العشاء ورأسي ما زال مشغولا بلقاء يوم الجمعة، وإذا بجرس التليفون يرن وعبد الناصر يتكلم. أنور. أيوة يا ريس. أنور. خير جمال، انت على الخط؟ ايوه يا انور. امال سكتي ليه؟ في ايه؟ عبد الحكيم عامر مات، انتحر يا انور. انا دايما ثقتي في الجندي المصري ملهاش حدود وعمرها ما تهزت. التدريب بين قواتنا بلغ مستوى يطمن، والدليل على كده الاشتباكات المتوالية مع العدو والانتصارات اللي حققناها، وهم ابتدوا يحتاطوا ويعملوا خط دفاعي على طول القناة. خط بارليف، بس مهما كان قوته انا متأكد انه مش هيصمد قدام عزيمة وشجاعة جنودنا وايمانهم بالله. ده بداية تحطيم الأسطورة الإسرائيلية. ال مالك يا جمال؟ الله، ده انت عرقان قوي، في ايه؟ مش عارف يا أنور، فجأة كده حسيت بهبوط وتعب شديد. طيب أرجوك ما تتحركش، ما تتحركش وما تعملش أي مجهود لحد ما ابعت أجيب الدكاترة يكشفوا عليك. الرئيس عنده ايه؟ تشخيص الدكاترة المصريين مظبوط، سيادة الرئيس عنده أزمة قلبية. والعمل العلاج ايه؟ لابد من الراحة التامة، لأن بكل أسف الأزمة دي من النوع الخبيث جدا. يعني ايه؟
يعني الأزمة دي لو تعرض صاحبها لأي إجهاد بدني أو نفسي حياته هتنتهي فجأة وبدون ما يحس بأي ألم. ربنا يسلم ويمر منها على خير. الحمد لله على السلامة يا جمال. الله يسلمك يا أنور. لا ده انت بقيت عال قوي فعلا. انت كنت محتاج للراحة اليومين دول. هي طولت شوية لكن الحمد لله. انا مسافر بكرة للمغرب زي ما انت عارف عشان احضر مؤتمر القمة. ايوه صحيح ده بكرة 20 ديسمبر. وزي ما انت شايف المؤامرات حواليا كتير خصوصا بعد ما اتعرف اني مريض ومحتمل اصاب في مؤامرة من دول. ربنا يحفظك من كل سوء يا جمال. ونعم بالله. بس لو حصل حاجة مش عايز البلد تبقى تايهة. مش عايز اسيب البلد في فراغ يا أنور. غرضك ايه من الكلام ده؟ انا قررت عينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما امشي. بس يا جمال انت فكرت ورسيت؟ انا قررت خلاص. انا يا جمال مش عايز ابقى نائب رئيس جمهورية. انا هكمل معاك واشتغل وان كان لابد من لقب. كفاية عليا مستشار رئيس الجمهورية. لا يا انور بكرة تفوت عليا في البيت قبل ما اسافر عشان تحلف اليمين. ضرب مصنع ابو زعبل ومدرسة بحر البقر يعتبر استقبال استفزاز ليك من اسرائيل بعد رجوعك من مؤتمر المغرب. انا حقابل دلوقتي السفير الروسي. هو اتصل بيك؟ لا انا بعت السدايم. السفير الروسي وصل يا فندم. خليه اتفضل. اهلا سيادة السفير. اهلا بيك يا فخامة الرئيس. عرفت ان في غرطين حصلوا على ابو زعبل وبحر البقر؟ ايوة يا فخامة الرئيس. وبلغت موسكو بكده؟ ايوة يا فخامة الرئيس. انا مش في امكاني انتظر لغاية يونيو عشان استلم الصواريخ زي ما وعدتم قبل كده. اديك شايف الموقف بيتصاعد بسرعة. اسرائيل وصلت للعمق وبدأت تضرب التجمعات العمالية والسكانية. وايه المطلوب؟ اني استلم السلاح في اسرع وقت. القيادة السوفيتية يسعدها استقبالكم في موسكو في زيارة خاصة. خاصة يعني ايه؟ سرية؟ ايوة يا فخامة الرئيس. وهو كذلك. الحمد لله على السلامة يا جمال. الله يسلمك يا أنور. ما شاء الله يا ريس. ايه الشباب ده؟ اصل وانا في موسكو حسيت بشوية تعب فخلوني قط الاكسجين الخاصة برجال الفضاء وجددوا خلايا جسمي كله. لا ده انت صحتك بقت عال. الحمد لله. وايه الاخبار هنا؟ انا جمعت اللجنة السياسية للاتحاد الاشتراكي ودرسنا مبادرة روجرز واصدرنا توصية برفضها. بس انا قبلت المبادرة. ازاي؟ لاني برغم كل الجهود اللي بذلتها السوفييت رفضوا تزويدي بالسلاح اللي طلبته فاضطريت اعلن في نفس الجلسة قدامهم قبولي لمبادرة روجرز. وكان رد الفعل عندهم ايه؟ اتجننوا. وبرجينيف سألني ازاي تقبل حل امريكي فقلت له انا مستعد اقبل الحل من اي جهة. معاك حق يا جمال. السوفييت هيودونا في داهية. السوفييت يا انور حالة ميؤوس منها تماما. عندما سمع الفلسطينيون قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز شنوا عليه حملة شرسة هوجاء. شايف يا أنور موقف الفلسطينيين والهجوم العنيف اللي بتعرضوا منهم؟ الحقيقة ده موقف غريب. ده مفيش حاكم عربي وقف يدافع عن حقوقهم زيك. انت اديت لقضية فلسطين كل أبعادها السياسية وخليت العالم كله يتكلم عن فلسطين كدولة
بعد ما كانت مجرد قضية لاجئين. وادي النتيجة، المقاومة الفلسطينية بتهاجمني في كل مكان، حتى محطة الإذاعة اللي فتحتها لهم هنا في القاهرة عشان يسمعوا العالم صوتهم منها اتخذوها بوق للشتائم والإهانات. يا جمال أرجوك ما تنفعلش كده، انت لسه تعبان وصحتك ما تحتملش. دول ما استنوش عشان يسألوني عن أسباب قبولي لمبادرة روجرز، إنما فورا ابتدوا بالمزايدات والشعارات. انت بتدافع عن مبدأ انت مقتنع بيه وكرست كل جهودك لتحقيقه، اللي هو حق الفلسطينيين في وطنهم. لازم تتوقع بعض الصعوبات. انا افهم ان ده يحصل من الغرب ومستعد اتحمله منهم زي ما اتحملت تصرفات السوفييت، لكن لما تيجي الضربة من القرايب، من الاصدقاء، من الاخوة اللي كنت دايما افضل مصالحهم على مصلحتي الشخصية، يبقى كتير كتير قوي يا انور. كيف يتحمل رجل مريض بأقسى أنواع المرض أن يطعن كبرياؤه هكذا؟ لذلك كان من الطبيعي أن يؤثر كل هذا على صحة عبد الناصر فيعجل بنهايته. وليت الأمور وقفت عند هذا الحد، ففي سبتمبر سنة 70 دعا عبد الناصر إلى مؤتمر قمة عربي في القاهرة من أجل مذبحة أيلول، وانتهى بالاتفاق على ما اتفقوا عليه، وعاد الملوك والرؤساء العرب إلى بلادهم، وكان عبد الناصر في وداعهم جميعا. كان آخر من سافر الملك فيصل وأمير الكويت. كان الله في العون يا فندم، أخيرا توصلتم الاتفاق، ونتمنى أن الكل ينفذه. شوف يا فندم. إيه؟ سيادة الرئيس باين عليك تعبان قوي، رجليه لفت على بعضيها. فعلا أنا رايح له يا رئيس. انت لازم تروح البيت تستريح، وانا هقوم بالنيابة عنك بتوديع امير الكويت. لا معلش يا انور، هانت ده اخر واحد. امير الكويت ركب طيارته. يلا يا رئيس. جمال، مالك يا جمال؟ تعبان تعبان يا انور، وشكله متغير قوي. ايه العرق ده كله؟ مش قادر اتحرك. اطلب لي العربيه هنا يا انور. حاضر. بس لازم بكره الصبح تسافر اسكندريه تستريح، وانا هسافر معاك. ان شاء الله ان شاء الله يا انور. ايوه يا فندم، سيادة الرئيس طلب مني ابلغ سيادتك انه هيجي عندك الليله ويتعشى معك. اهلا وسهلا، انا هكون في انتظاره. ذهبت لانام قليلا، ولكنهم ايقظوني في السابعه مساء وقالوا ان بيت الرئيس جمال اتصلوا وقالوا انني مطلوب هناك لامر هام. الرئيس فين؟ فوق في اوضه النوم. في ايه؟ جمال ماله؟
اتكلموا. الرئيس مات من ساعة. مش ممكن الكلام اللي بتقولوه ده، مش ممكن، مش صحيح. احنا عملنا كل الاسعافات اللازمة واستعملنا الصدمات الكهربائية، لكن مفيش فايدة. حاولوا حاولوا مرة تانية. ساعة كاملة واحنا بنحاول، لكن مات جمال عبد الناصر، وكان موته فاجعة مفاجئة للجميع. بعد موت عبد الناصر مباشرة لم تكن لي رغبة في أن أنتخب رئيسا للجمهورية. تسمع يا فندم؟ أيوة يا فوزي. في مذكرة مرفوعة لسيادتك من القوات المسلحة. بخصوص إيه؟ بيقولوا إنهم في حاجة إلى وجود قائد أعلى مسؤول يقدروا تحت رئاسته تحقيق هدفهم، خصوصا في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر. بس الموضوع ده انا اتخذت قرار فيه خلاص. افندم ده حق الوطن عليك. انا عايز استنى لحد ازالة اثار العدوان. في عدوان داخلي لازم يزال الاول يا افندم. تقصد ايه؟ اقصد مراكز القوى اللي ابتدت تستغل الموقف لصالحها. فعلا انا حسيت ببعض مظاهرها في تصرفات معينة. دي مش تصرفات يا افندم، دي مناورات، ومعتمدين على صلتهم بالاتحاد السوفيتي، والبلد ما تستحملش هزة تانية وإلا هتروح خالص. ما كنتش هتصور ان الحقد يوصل بيهم للدرجة دي. يا فندم دول عاوزين يفهموا الشعب انهم الورثة الشرعيين للرئيس عبد الناصر الله يرحمه، وانهم الامناء على خطه. بقى هم اللي امناء على خط جمال. طيب انا هجمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي بعد الجنازة فورا. انا طلبت انعقاد اللجنة التنفيذية العليا عشان ابلغكم اني عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الجمهورية وبطلب اجراء الانتخابات. نقدر نعرف ايه السبب؟ لاني لاحظت ان البلد رغم الحزن اللي بيخيم عليها في حالة ترقب. الشعب عايز يعرف هو رايح على فين. الكل مجمع على ضرورة لم الشمل في اسرع وقت عشان نقدر نكمل المسيرة. ممكن كل ده يحصل وانت نائب رئيس جمهورية. وليه ما نتخذش خطوة حاسمة ونحط كل شيء في مكانه؟ انا خايف لو قدمنا اسمك يبقى في حرج ليك لو البلد رفضتك. واذا حصل كده هيكون معناها ان البلد بترفض ثورة 23 يوليو. انا عندي من الشجاعة الكافية اذا عرضت اسمي ورفضوا الشعب اني اجمعكم مرة تانية ونختار مرشح تاني، واذا رفضوا الشعب نختار مرشح اخر. انما انا لن اسلم البلد الا لرئيس منتخب. وافقت اللجنة المركزية ومجلس الامة على ترشيحي للرئاسة، وفي 15 اكتوبر سنة 70 اجريت الانتخابات واختارني الشعب رئيسا للجمهورية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سامي. اتفضل سيادتك. ايه الاوراق دي كلها؟ دي تقارير. التقارير سيادتك تطلع عليها. تقارير ايه؟ تسجيل. تسجيل يا فندم لبعض المكالمات التليفونية. مكالمات تليفونية؟ أيوة. لمين؟ لأفراد. أفراد موضوعين تحت المراقبة. أسف أنا محبش أرى الكلام الفارغ ده. أيوة يا فندم، بس ده مهم جدا.
إذا كان فيه شيء خاص بأمن الدولة أشوفه وأحكم فيه، إنما ناس بتتكلم مع بعضها أنا دخلي إيه؟ أصلنا يا فندم شفنا إنهم يبقوا تحت المراقبة. بأي حق تحطوهم تحت المراقبة؟ شيل شيل ده من قدامي. عن إذن سيادتك. استنى أفندم. من النهاردة تتلغي كل المراقبات التليفونية، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. السيد رئيس الوزارة، صباح الخير. أنا عايزك تصدر تعماتك لوزير المواصلات بعدم السماح بوضع أي تليفون تحت المراقبة إلا بأمر من النيابة، وتبلغ ده لوزير العدل كمان. متشكر. في حاجة يا فوزي؟ أيوة فندم، بفكر سيادتك باجتماع النهاردة. أيوة أيوة، أنا رايح دلوقتي. بسم الله. أنا جمعتكم لأمر هام جدا. حضراتكم مدركين طبعا أننا بنعيش هزيمة عسكرية كاملة، ووضع اقتصادي منهار، وعزلة سياسية قاتلة. وهدفنا النهاردة هو الاتفاق على أسلوب إدارة وقيادة أمورنا حتى نصل إلى بر الأمان. وهو سيادتك شايف ان اسلوبنا الحالي فيه اخطاء؟ مش عيب ابدا اننا نراجع نفسنا في كل خطواتنا ونعدل فيها بما يناسب المصلحة العامة. الكمال لله سبحانه وتعالى. ايوة، لكن ايه يا فندم اللي سيادتك شايف المحفوظ؟ اولا سياستنا الداخلية. ايوة، بس دي احنا ماشيين بيها من مدة طويلة، وما اظنش انها عايزة اي تعديل. بالعكس، دي عايزة تتبني من جديد. ليه يا سيادة الرئيس؟ لان الفساد انتشر فيها. كل المسؤولين الكبار اللي كانوا حوالين جمال الله يرحمه ما بصوش الا لمصلحتهم بس، على حساب الشعب، لحد ما انهارت الاصول وضاعت القيم. ايه الدليل على كده؟ التجسس على الناس في التليفونات، مراقبتهم في كل مكان، التقارير اللي بتتقدم ضد افراد لمجرد الانتقام او التخويف. في اوضاع تبيح المحظورات للصالح العام. انا لا اسمح باباحة المحظورات، في قانون يحكم البلد والشعب لازم يقول كلمته. الشعب دايما بيبدي رأيه في كل حاجة، واذا خالف الرأي المفروض عليه تفسروه بانه ثورة مضادة، وتفتحوا له المعتقلات وتحطوه تحت الحراسة. من غير كده يا فندم هيتفرعنوا وتحصل حاجات كتير. زي ايه؟ زي الاشاعات وقلت اللسان. تكميم الافواه هو اللي بيخلق الاشاعات ويزرع الحقد والكر، وانا ما قبلش الكابوس الرهيب ده ابدا، وبناء عليه انا قررت الغاء الحراسات. كنا بدأنا نجتمع، مصر وليبيا والسودان وسوريا، من أجل تحقيق وحدة بين البلاد العربية. ووجدت مراكز القوى في هذا فرصة للتصارع. وفي بنغازي جلسنا حول مائدة الاجتماع ووقع اتفاق الوحدة، وإذا بعلي صبري يأتي إلي ويقول: سيادة الرئيس. أيوة يا علي. أنا مش موافق على الاتفاقية. أجل معارضتك لغاية ما نرجع مصر. ليه يا فايق؟ ايوه فندم. بحثتم الاتفاقية في مجلس الوزراء؟ الحقيقة لا يا فندم، دي هتعرض على اللجنة التنفيذية في جلسة مخصوصة بكرة. انا خفت تطلعوا بيان بالموافقة. طب ومجلس الوزراء ماله يا فندم؟ انا عارف، وبقى في نظام في البلد، ما هو كل حاجة ممكن تحصل. لا لا لا، اطمن يا فندم، الجلسة بكرة ان شاء الله الساعة 12. قصدك المعركة بكرة؟ هي هتبقى معركة بصحيح ولا ايه؟ ايوه، انا هعرف ازاي احرج الامور قدامه.
كل شيء تمام يا علي بيه؟ طبعا انا عامل حسابي كويس قوي. يعني الباقيين هيأيدونا؟ اطمن. انا شايف ان اللي موافق انا وحسين الشافعي والدكتور محمود فوزي بس من مجموع اعضاء اللجنة وعددهم 8. طيب انا بطلب عرض الموضوع على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن نعيد الدراسة تاني. دراسة ايه؟ انا مصر على رأيي دي، حتى عددها اكبر ومناسب لفحص موضوع زي ده. بسم الله. انا جمعتكم لامر هام جدا. حضراتكم مدركين طبعا اننا بنعيش هزيمة عسكرية كاملة ووضع اقتصادي منهار وعزلة سياسية قاتلة، وهدفنا النهاردة هو الاتفاق على اسلوب ادارة وقيادة امورنا حتى نصل الى بر الامان. وهو سيادتك شايف ان اسلوبنا الحالي فيه اخطاء؟ مش عيب ابدا اننا نراجع نفسنا في كل خطواتنا ونعدل فيها بما يناسب المصلحة العامة. الكمال لله سبحانه وتعالى. ايوة، لكن ايه يا فندم اللي سيادتك شايفه محتاج تعديل؟ اولا سياستنا الداخلية. ايوة، بس دي احنا ماشيين بيها من مدة طويلة وما اظنش انها عايزة اي تعديل. بالعكس، دي عايزة تتبني من جديد. ليه يا سيادة الرئيس؟ لان الفساد انتشر فيها. كل المسؤولين الكبار اللي كانوا حوالين جمال الله يرحمه ما بصوش الا لمصلحتهم بس على حساب الشعب، لحد ما انهارت الاصول وضاعت القيم. ايه الدليل على كده يا فندم؟ التجسس على الناس في التليفونات، مراقبتهم في كل مكان، التقارير اللي بتتقدم ضد افراد لمجرد الانتقام او التخويف. في اوضاع تبيح المحظورات للصالح العام. انا لا اسمح باباحة المحظورات، في قانون بيحكم البلد والشعب لازم يقول كلمته. الشعب دايما بيبدي رأيه في كل حاجة، واذا خالف الرأي المفروض عليه تفسروه بانه ثورة مضادة وتفتحوا له المعتقلات وتحطوه تحت الحراسة. من غير كده يا فندم هيتفرعنوا وتحصل حاجات كتير. زي ايه؟ زي الاشاعات وطولة اللسان. تكميم الافواه هو اللي بيخلق الاشاعات ويزرع الحقد والكر، وانا ما اقبلش الكابوس الرهيب ده ابدا، وبناء عليه انا قررت الغاء الحراسات. كنا بدأنا نجتمع مصر وليبيا والسودان وسوريا من أجل تحقيق وحدة بين البلاد العربية، ووجدت مراكز القوى في هذا فرصة للتصارع. وفي بنغازي جلسنا حول مائدة الاجتماع ووقع اتفاق الوحدة، وإذا بعلي صبري يأتي إلي ويقول: سيادة الرئيس. أيوة يا علي. أنا مش موافق على الاتفاقية. أجل معارضتك لغاية ما نرجع مصر. ايه يا فايق؟ ايوه يا فندم. بحثتوا من الاتفاقية في مجلس الوزراء؟ الحقيقة لا يا فندم، دي هتعرض على اللجنة التنفيذية في جلسة مخصوصة بكرة. انا خفت تطلعوا بيان بالموافقة. طب ومجلس الوزراء ماله يا فندم؟ انا عارف، هو بقى في نظام في البلد؟ ما هو كل حاجة ممكن تحصل. لا لا لا، اطمن يا فندم، الجلسة بكرة ان شاء الله الساعة 12. قصدك المعركة بكرة؟ هي هتبقى معركة بصحيح ولا ايه؟ ايوه، انا هعرف ازاي احرج الامور قدامه. كل شيء تمام يا علي بيه؟ طبعا انا عامل حسابي كويس قوي. يعني الباقيين هيأيدونا؟ اطمن.
انا شايف ان اللي موافق انا وحسين الشافعي والدكتور محمود فوزي بس من مجموع اعضاء اللجنة وعددهم 8. طيب انا بطلب عرض الموضوع على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن نعيد الدراسة تاني. دراسة ايه؟ انا مصر على رأيي، دي حتى عددها اكبر ومناسب لفحص موضوع زي ده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شعراوي. سيادتك كنت متضايق كده ليه اثناء الجلسه؟ انا قلت ده مش علي صبري ابدا اللي احنا عارفينه. طبعا ضايقني تحويل الموضوع للجنه المركزيه. وايه راي سيادتك دلوقتي؟ في تصوري ان رئيس الجمهوريه هيستمر يتحدى اللجنه المركزيه، بس احنا هنوصله لطريق مسدود. ازاي يعني؟ لو ما اقتنعش برأي اللجنة المركزية ووصلوا لمجلس الأمة هيلتزم المجلس بقرار اللجنة. بس في حاجة. ايه هي؟ جايز يحاول رئيس الجمهورية مخاطبة الشعب عن طريق الإذاعة والتلفزيون بعد خروجه من اللجنة المركزية. ولا يهمك، انا هحاصر مبنى الإذاعة والتلفزيون وامنعه من الدخول. وافقت اللجنة المركزية بالإجماع على اتفاق الوحدة رغم الجهود اليائسة التي بذلتها مراكز القوى. سمعت مبادرة السلام اللي قالها السادات في مجلس الأمة؟ دي مفاجأة لينا، ازاي احنا ما نعرفش الكلام ده؟ احنا بقى مش مسؤولين عن اي رد فعل يحصل. البلد دي بتتحكم ازاي؟ على انور السادات انه دافع عن مبادرته دي قدام المظاهرات اللي هتملى البلد. انا بعت له سامي شرف يقترح عليه تعييني رئيس وزراء. وتفتكر هيوافق؟ طبعا، هيلاقي مين غير يمسك له البلد بايد من حديد في الوقت ده. ها يا سامي، عرضت على الرئيس موضوع التغيير الوزاري؟ عرضت يا سيدي. وكان رده ايه؟ اداني درس. درس؟ درس ايه؟ قال لي حسنوا الاول تصرفاتكم عشان تغيروا صورتكم قدام الشعب. وطبعا حضرتك اخدت الكلام ده وسكت خالص. لا ابدا ابدا، انا قلت له سيادتك يا فندم الضمان كله. وبرضه رفض؟ ايوه رفض، قال مفيش تغيير وزاري يعني مفيش تغيير وزاري، وشعراوي مش هختاره رئيس وزارة، والدكتور فوزي هيفضل في منصبه، وما تسيروش الموضوع ده مرة تانية معايا كده. طيب هنشوف. بخصوص السلاح، انا اتصلت بحكومتي في موسكو يا سيادة الرئيس، وهم عندي كلمتهم. وانا قلت في مجلس الامة ان في انتظار العالم كله بعد المبادرة بما فيه روسيا. احنا حريصين على حسن العلاقة. انا برضو حريص على علاقاتي مع الجميع، لكن بقى عايزك تبلغ القيادة السوفيتية بشيء هام. ايه هو؟ انا قررت تصفية علي صبري من القيادة السياسية. علي صبري؟ ايوه علي صبري. انا ببلغك الخبر ده رغم انه من صميم شؤوننا الداخلية. مظبوط مظبوط، بس احنا كنا عايزين. لا طبعا، امر ما اقبلش التدخل فيه من اي حد. بس يا ترى التصفية مش هيبقى لها اي رد فعل؟ يمكن يكون رد الفعل عندكم انتوا بس، وعشان كده انا ببلغكم، لاني ما احبش لما اصفيه اشوف صحف الغرب بتتكلم عن تصفية راجل موسكو الاول في مصر، وده يسبب لكم شيء من الحساسية. لا لا لا، مفيش حساسيات، دي تصرفات داخلية زي ما سيادتك قلت. احب ان الكل يعرف كده، انا بصفي علي صبري لاني بقبل الخلاف في الرأي، لكن لا اقبل الصراع على الاطلاق. اقالة اقالة. بس هدي نفسك يا علي، مش كده كل ده وعاوزني اهدى؟ اهدى ازاي؟ معلش معلش، استنى كمان يوم او اتنين. هيحصل ايه يعني؟ هنشوف الاول رد الفعل عند الناس ايه، واذا ما حصلش حاجة ساعتها هنتحرك. ازاي؟
في حاجات كتير ممكن تحصل. هو مش رايح مديرية التحرير؟ اظن كده. خليه يروح بس مش هيرجع تاني. يا فندم في موضوع عاوز اقوله لك ما يحتملش اي تأخير. ايه هو؟ انا عرفت ان في مؤامرة مدبرة لاغتيال سيادتك. اغتيالي؟ ايوه يا فندم. ازاي وامتى؟ يوم الخميس الجاي اثناء زيارتك لمديرية التحرير. انت متأكد من اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم. ولابد من عمل شيء. شيء يعني تقبض عليهم بتوع مراكز القوة. طيب وانت عرفت ازاي؟ كلام وصلني من عدة مصادر اثق فيها. يعني اقبض على ناس عشان كلام وصل لك؟ انا متأكد من مصادر معلوماتي يا فندم. وانا لا يمكن اعمل حاجة بدون دليل اواجه به المتآمرين. يا فندم ارجوك تتخذ اجراء. مفيش غير اجراء واحد هو اللي اقدر اعمله. ايه هو يا فندم؟ اني ااجل الزيارة.